ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومخالفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام الإمام علي زين العابدين عليه السلام الإمام محمد الباقر عليه السلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام الإمام موسى القاسم عليه السلام الإمام علي الرضا عليه السلام الإمام محمد الجواد عليه السلام الإمام علي الهادي عليه السلام الإمام الحسن العسكري عليه السلام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.